والمستخفي بما يرتكبه أقل إثما من المجاهر المستعلن، والكاتم له أقل إثما من المخبر به المحدث للناس به. فهذا بعيد من عافية الله تعالى وعفوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يستحون يجاهرون بالمعصية وقد يفتخرون بها أيضا، هذا لا يعافى والعياذ بالله ولا يوفق للتوبة. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يستر الله تعالى عليه ثم يصبح يكشف ستر الله عنه، يقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا. نعم، اللي يشرح أفعاله القبيحة للناس من باب الافتخار بها: أنا فعلت كذا وفعلت كذا، ويتمدح بهذا، هذا لا يوفقه الله للتوبة والعياذ بالله، خلاف الذي يأتي المعصية وهو مستحي وخجل ويستخفي بها ولا يظهرها، هذا حري أنه يتوب. نعم، فيبيت ربه يستره ويصبح يكشف ستر الله عن نفسه، أو كما قال: اللي تحدث بأفعاله القبيحة هذا هتك ستر نفسه. الإنسان إذا ابتلي ووقع في معصية ما يظهرها للناس يتمدح بها، بل يستحي من الله ويخاف من الله، وقد يتوب وفق للتوبة. الحياة كله خير كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. نعم، وفي الحديث الآخر: إن الخطيئة إذا أخفيت لا تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة. نعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالمعصية إذا أظهرت ولم تنكر عمت العقوبة الصالحة والطالحة. نعم.